دعوة إلى مزيد من التشريعات الملبية لطموحات ورغبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، هو ما كرسه الملتقى الموسع والخاص باكتشاف مواهب ذوي الإعاقة على مستوى الوطن العربي. بمهاراتهم تفوقوا وأبهروا، وكأنهم شعار ضد ما ارتبط بهم من احتياج خاص، يتحدون ويتقدمون منجزين في منافسة ركزت على التوحد والداون، أبقت ملتقى هذا العام على قيره مميز. الأشخاص المعاقين بالمجتمع عن أي طريق، مو إدماجهم بس شيء عشوائي، لا، كل سنة، هذه السنة الثالثة، نشوف إن في أشخاص عندهم مواهب، مواهب يعني قريبة، لكن معزولين عن المجتمع، ففي هالحفلة هذه أو الملتقى هذه راح يسلطون الضوء عليهم. شخص موهوب من ذوي الإعاقة معزول اجتماعياً، ينافس شخص ما عنده إعاقة في نفس الموهبة بشكل عملي على المسرح، بعيد عن التحلطم، بعيد عن السلبية، بعيد عن الشكوى، قدام الناس. يصير شو، لايف شو عملي قدام الناس، يتنافسون على المسرح ونبرز مواهبهم بشكل عملي. هالسنة عندنا مواهب وايد ومسلطين الضوء أكثر شيء رسالتنا عن التوحد والداون. لجنة رئيس مجلس الأمة لذوي الإعاقة كان لها الأثر الطيب في النفوس لما قدمت من دور في عملية دمجهم ودعم مواهبهم وتبني قضاياهم. تعمل على نشر مفهوم قضايا ذوي الإعاقة وصقل مواهبهم ودعمهم في جميع مجالات الحياة ليكونوا أعضاء قادرين وفعالين لخدمة بلدهم الغالي. ذوي الاحتياجات الخاصة أكدوا أن تعدد إبداعاتهم والإنجازات لهو مؤشر قوي على أحقيتهم في الدمج الاجتماعي. لا يتحرمون عيالكم اللي من ذوي إعاقة أن يعتزلون المجتمع، بالعكس يخليهم يطلعون، يخليهم يدمجون بالمجتمع. ترى الإعاقة مو إعاقة جسد، الإعاقة إعاقة فكر. أحب التطوع، وايد أشياء ممكن أنا أحب أني أبرز فيها، منها يعني أكثر شيء أن أنا أحب الأنشطة الاجتماعية، لأن لما أنا أشارك بهذه الأنشطة أن تبرع يكون لي بصمة في المجتمع. فيما الحاجة لمزيد من التشريعات التي تلبي طموحات هذه الشريحة أصبح أمرا ضروريا يردده أصحابها في كل محفل. للتلفزيون المجلس، عبد الله العنزي.